البودرة دي حلوة فعلا. وبالنسبة بقى للأطفال، يعني شفت العلاقة بينك وبين الأطفال والطلبة على السوشيال ميديا، علاقة جميلة جدا، ممكن تحكي لنا عملتيها ازاي؟ بصي، هو الطلبة أنا بتعامل معاهم على إنهم صحابي أيا كانوا، يعني حتى لو صغننين على 4 سنين فهو خلاص يعني إحنا صحاب. عشان يعني أنا اكتشفت إن هو مهما كان التيتشر بيرفكت، ممكن الناس تبقى أحسن مني كتير، بس هي ممكن العلاقة بينه وبين الطالب مش كويسة، يعني الطالب مش بيحبه، هو نو واي إنه يفهم منه أي حاجة، يعني ما بتقبلش منه أي حاجة خالص للأسف. هي التيتشر ده أنا بحبه فخلاص أنا بفهم منه وهو وهفهم مادته وهحبها وكل حاجه، هو اللي بيحبب الطفل او الطالب في الماده نفسها او في اللغه. اكزاكتلي. حتى ده حتى احنا في المواد العاديه، لو تفتكري مثلا تقولي انا بحب مثلا الدراسات، ده كان فلان علشان فتره الدكتور بتاعها بيفضل معلق دايما معاكي ده. فالعلاقه بصراحه كانت بتبقى مهمه قوي بينك وبين الطفل، يعني فكنت دايما لازم اخر كل شهر نعمل حفله للمتفوقين، لازم نعمل اعطاء مثلا. اكزاكتلي بالظبط، لان ده بيفرق جدا في نفسيه الطفل، حتى الكبار بيفرق في نفسيتهم. أيوة يعني يعني الهدايا، شهادات التقدير، كل ده بيديهم بوش، يعني بيحس ان ايه انت بتكافئين هو شاطر، فهو دايما بيبقى عايز يثبت لك لان هو شاطر وان هو كويس. احسن بقى معانا صور دلوقتي على الهواء اللي حضرتك بقى مع الاطفال وكده. طيب انا عايز ارجع معلش تاني للمبادره، بجد فكره يعني ممتازه جدا ان انا اكون بدي حد وادعمه مجانا، يعني او بعرفه على اللغه مجانا، بديله طريق ان هو يدخل عليه. هي دلوقتي الصور برضو معانا. ايوه ده في حفله. والله ده في حفله من الحفلات. ده يخلينا احنا نتمنى نكون مع حضرتك. التعامل مع الاطفال بقى صعب في دراسه لغه جديده عليهم؟ بصي، طول ما هم بيحبوا الموضوع، يعني حابينه، يعني بيحبوا يتعلموا الموضوع، فبيبقوا حابين يجوا، حابين لا او ده انا جايه ونعمل مسابقات اثناء الحصه ونقعد، يعني يبقى فيه هدايا ولعب وهزار. فبصراحه يعني كل ما الموضوع كان خفيف كده عليهم كل ما كانوا بيحبوه. ايوه طبعا. هو باين طبعا في الصور، يعني الروح اللي ما بينكم، انت حضرتك قدرتي تخلقي ما بينك وما بينهم روح حلوه. هما مش بيجوا بس عشان يتعلموا، لا، عشان نشوف الماس النهارده. وهو ده اللي انا قصدي اقوله لك، ان احنا بنقعد نلعب مع بعض. يعني كسر الحاجز حلو قوي. اكزاكتلي بالظبط. كسر الحاجز ده كان يمكن من اهم الحاجات اللي انا كنت متعمده اني انا اعملها مع اي طالب من اول حصه. لا احنا صحاب ويلا وما تخافش، لان بيبقى فيه مشكله الطلبه ساعات بيبقوا خايفين يغلطوا، يعني انا بيواجهني طلبه كتير جدا، انا ممكن اغلط، انا مش عايز، ويقعد يعيط مثلا لو احنا عاملين اي تست صغير اي حاجه. هو انت بتعيط ليه؟ هو انت زعلان ليه؟ هو في ايه مشكله؟ لازم يبقى عندنا ثقافه واحنا بنربي ولادنا انك عادي ممكن تغلط. تغلط الولاد، يعني حتى الكبار وهم رايحين الامتحانات، عندي طلبه بيكونوا شاطرين جدا، رايح يمتحن يعيا ويجيله امراض، يعني امراض فعلا حقيقيه، وعشان بس عنده امتحان الصبح بتاع المدني، يعني رايح يمتحن من شده الخوف والتوتر. فهي ثقافه ان احنا عادي ممكن نغلط دي لازم تكون في الولاد، ان هم ما يبقوش خايفين انهم يغلطوا عادي. ايه المشكله لو غلطت؟ بالظبط، لان احنا اتربينا كاجيال بقى قبل كده ان هو ما ينفعش تغلط. أيوة. لان الغلط هو اللي هيوصلك. الغلط وارد وهو اللي هيعلمك الصح. على فكره اكتر حاجه بنفتكرها هي الحاجه اللي احنا غلطنا فيها، يعني بالزبط. دايما بنفتكر انا كنت مره بعمل امتحان وغلطت في دي، فخلاص بفضل فاكراها على طول، خلاص هي اتحفرت بقى في دماغي ان هي دي غلط، فانا بعد كده هصححها. بالظبط كده، صح. فبس لازم نبطل نخاف، لازم يعني نربي ولادنا على انهم يبطلوا يخافوا يغلطوا. بالظبط، ده هيعلمهم كتير جدا في اي لغه مش الانجليش بس. يعني تمام. برضو قبل الصور كان في كده على موضوع المبادره، انا فعلا انا حد معجب بيه جدا الفكره، لان الفكره دي انت قدرتي تخلي الناس تتعرف على اللغه من غير ما تغرم حاجه. لا تعالى بس اعرف اللغه الاول قبل ما يكون عندك اي يعني ان انت تكون خايف او مخاوفات. هي كانت معموله كده فعلا عشان توصل لكل الناس، ووقتها فعلا يعني من غير، يعني كانت مجانا علشان حته، وكان في استجابه الماديات. كان في استجابه كبيره، يعني كان الناس حابينها قوي. فكره انها كمان كانت في كذا مكان، كانت ممتازه، كانت مسهله على الناس كتير، وان شاء الله نعملها تاني. لا لازم. حضرتك بدات امتى المبادره؟ هقول لك، واكيد باذن الله كانت من فتره
اللي كان من كذا شهر فاتوا، وان شاء الله يعني هي خلصت الجزء الاولاني منها، ممكن باذن الله نعمل واحده ثانيه، نطلع بمبادره جديده ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. طيب انا دلوقتي لو حد لسه متخرج من الجامعه تمام وعندي مقابله شغل، خلاص انا فاضل لي مثلا حد كلمني وقال لي انت عندك الاسبوع اللي جاي يعني مقابله شغل، الانترفيو هيبقى بالانجلش بقى. أوكي. في الحاله دي هل في كورس او في محاضره محاضرتين ثلاثه يقدروا يلموا لي الدنيا دي، او يقدروا يخلوني ان انا اجتاز الفتره دي او الانترفيو؟ طيب اولا بقى يعني سؤال حلو جدا، لاني انا عايزه اقول لك على حاجه، الانجليش ده لغه كامله زي العربي كده، يعني انا دلوقتي مش ممكن اخده يعني اقعد معاكي قاعده في يوم واحد تطلعي بره بتتكلمي انجليش، مستحيل. لكن ممكن اديكي يعني ايه البيزكس مثلا، او ممكن مثلا اللي عنده انترفيو جاي في اخر لحظه ده ياخد مثلا الاسئله، بس دي اقصى حاجه، يحفظ الاسئله مثلا اللي ممكن تجيله. بس هو ده بقى اللي انا بتكلم عنه، هو ليه الناس بتزنق نفسها لاخر لحظه يعني اللي هو ايه طبيعي. يعني اللحظه الاخيره، طب ليه ما بنبداش نشتغل على نفسنا؟ ليه بتستنى لما تخلص جامعه؟ ليه مش من وانت في الجامعه؟ ليه مش من وانت في ثانوي؟ يعني صح. كل ما كان قبل كل ما كان افضل، لان يعني لو بقى عنده اجاده للغه بدري ده بيفرق معاه جدا في حياته كلها. يعني الحياه كلها بتختلف لما بيقدم على شغل، لما بيتعامل مع حد، لما بصي في اي حته هو بيتفرج على التلفزيون الموضوع بيختلف تماما معاه. فبجد لازم يكون بدري شويه على المستوى الشخصي، بتفرق معاه كتير برضه، واستيعابه بيبقى اكتر. يعني الطفل او لو هو سن صغير بيبقى دماغه فاضيه شويه، بيفرق فعلا، مش في عنده مسؤوليات. الموضوع بيكون صعب. يعني الناس عندنا اللي بياخدوا الكورس وهم شغالين مثلا ترقيته واقفه، بالزبط. مش عارف ياخد الترقية. يعني البنوك مثلا ما بترقي، يعني تقول لك لا لازم تاخد تنجح في الامتحان علشان نديك الترقية. فيجي لنا ناس من البنوك عايزين يعني عيني يبتدوا يدرسوا انجلش تاني، وبيبقوا ناسيين بقى كل حاجة علشان ينجحوا. يبقى في ناس صغيرين عمالين يترقوا وهم ستاف مكانها. هي لغة أساسية في كل دلوقتي في كل مكان. هو يهجر زمان كنا بنلاقي فئة من الناس كده بتتعلم الانجليزي رفاهية، عارفه يعني انا بس عشان لما اقعد في قاعده اعرف اتكلم بالظبط كده، اعرف اتكلم كويس واقول لي كلمتين في النص كده فاللي قدامي يحس ان انا اللي قدامي يفهم ان انا والله فعلا. لكن دلوقتي لقينا الموضوع اختلف بقى، اللي هو لا يعني انا ترقيتي زي ما حضرتك قلتي واقفه، عايزه اسافر بره، جاي لي منحه، بعمل ماسترز. كله بيحتاج انجلش تاست الاول، لازم كل اللي انت قلتي عليه ده لازم، اجتماعي ومهني وشخصي وكل حاجه. بالظبط فعلا. ففعلا بتفرق كتير قوي في حياه اي انسان يعني. اكيد طبعا اكيد. طيب ايه بقى اسهل طريقه اتعلم بيها اللغه لو عايزه اتعلمها كده في وقت معين بسرعه في وقت صغير اتعلمها ايه اسهل طريقه؟ بصي اولا يعني ما ينفعش ابدا لوحدي، يعني انا رايي دايما لاي حد يبقى معاه انجلش تيتشر بيساعده، او مثلا ياخد كورس في اول البدايه لو هيبدا من الاول خالص، ياخد اول فتره كورس عشان يعرف البيزكس بتاعه اللغه، ايه الاساسيات، ايه اتكلم ازاي، اكون جمل ازاي، ابتدي يعني الحاجات اللي هي الاساسيه الجرامر ده كله لازم حد يعلمه له. بعد كده اول ما يلاقي نفسه بدا يكون جمل وبدا يفهم وبدا يحفظ معاني كتير وبقت عنده خلفيه باك جراوند بقى خلاص عن الانجليش، شغل افلام هيبقى حابب يتعلم كمان اكتر منها، يسمع اكزاكتلي موفي بس بالسب تايتل بتاعتها، السب تايتل اللي هو الترجمه بس بالانجلش، يعني ينزل كلام مثلا الفيلم شغال احنا مثلا بيشغله لنا بالعربي الترجمه صح، لا انت مش هتتفرج عليه ترجمه بالعربي، اتفرج عليه انجلش بقيت شايف الانجلش وبقيت سامعه تمام، فيحصل عندك ايه؟ يحصل عندك انك خلاص انت شايف الكلمه وكمان سامعها، فخلاص عرفت شكلها، لو ودنك نسيتها فعينك هتفتكرها بالظبط. فيبقى فيه كذا اوبشن عندك، ما يبقاش بس انا سمعت فانا مش فاهم اصلا اللي بيتقال، انما لما عيني بتشوف الكلمه يا سلام بقى لو وقفنا كده وترجمنا الكلمه لو انا مش فاهم معناها، شوفي قد ايه حصيله كلمات بالزبط. ممكن من فيلم واحد يعني تبقى عندك، او اغنيه، الاغنيه بتسهل كتير برضه في تعلم اللغه. لا السونجز دي بصي يعني من اسهل الطرق، لازم اي سيشن يكون في اخر سونج. ليه؟ لان كله سواء اطفال او كبار السونجز مش بتتنسي، ودي ميزتها.
طيب عشان وده اللي احنا بنعمله مع الاطفال في الجرامر. طب الناس بقى اللي بتحفظ او بتذاكر او بتقرا كويس جدا بس بتنسى ذاكرتها ذاكره سمكه. مشكله الاطفال كلهم مشكله الاطفال، ودلوقتي بعد الضغوط طبعا الحقيقه بقت مشكله الكبار كمان. بالظبط. بصي افضل طريقه يعني العلماء كلهم وصلوا لها في موضوع النسيان ده ان احنا نحط كل كلمه في جمله، يعني الكلمه لازم تكون موجوده في جمله، ما ينفعش احفظها كده. يعني مثلا عايز احفظ ان بلاي يعني يلعب، مثلا خلاص احطها في جمله اي بلاي فوتبول، اوكي يبقى انا كده حطيت ايه، حطيت بلاي في جمله، فهفتكر ايه فوتبول كوره انا بلعب، يبقى خلاص تمام، يبقى هي دي يبقى بلاي دي كانت يعني يلعب. طيب. وهكذا يبقى لازم احط كل جمله انا بحفظها مش عايزه انساها احطها في جمله، احطها في جمله علشان اعلم الكلمه دي بيها، فانا هفتكر دايما الجمل، انا هفتكر دايما الجمله، انما للاسف الكلمه لوحدها عقلي عقلي ينساها يستوعبها. طيب هو في سن معين ببدا عنده اتعلم اللغه الانجليش ولا في اي سن عادي؟ في الاطفال، في الاطفال او في الكبار، يعني انا دلوقتي مثلا وصلت لسن معين هل ينفع ان في السن ده اتعلم انجليش عادي؟ ينفع تتعلمي في اي وقت، احنا لحد ما نموت بنتعلم، احنا كل يوم بنتعلم حاجه، انا لسه بتعلم كل يوم حاجه جديده، كل يوم حاجه بتنزل جديده، لازم تبقي اب تو ديت وتعلمي ونذاكر ونشوف فيديوز ونشوف كل حاجه جديده. بمناسبه الفيديوز بقى هنشوف فيديو معانا دلوقتي وانت حابه تتكلمي برده كمان. فما فيش سن معين يعني بيقف عنده التعليم، احنا طول ما احنا عايشين طبعا طبعا اطلاقا يعني خالص، انا من اول 4 سنين ببتدي اعلم الاولاد، بعلم الاولاد الكتب القرايه، فشيء طبيعي جدا ان الكبار يقدروا كمان، احنا نقدر في اي وقت. في برضو حاجه كده بنقابلها كتير كمصريين، يعني ان احنا لو بنتعلم تحس ان احنا بنقف لبعض على الوحده، اللي هو بيخلوكي لو انت بتتعلمي تخافي تمارسي اللغه، اصل هغلط وهيتنمروا عليا ومش هينفع. دي اكتر حاجه بقى بتضايق ان احنا نقعد نتنمر على بعض. بالظبط. احنا ما شاء الله شاطرين قوي ده، مع ان لو في حد من بره بيتعلم عربي ما بيقولش كلمه ما الله ده بيتكلم عربي مكسر، بتبقى مبهورين جدا والله. ولو احنا بنتكلم مع حد اجنبي واحنا لسه بنتعلم بيحاول يساعدنا، فده حضرتك بتشوفيه ازاي او نقدر ناخد الثقه ازاي بقى، يعني ما نركزش ولا نعمل ايه؟ اولا لازم يكون عندنا ثقه في نفسنا، يعني ما فيش حد عشان اتريق عليا، يعني انا اهو مثلا وممكن بسبب ان انا ببقى بتكلم انجليش كتير في شغلي، فلما باجي مثلا مع صحابي غصب عني ممكن يعني اتكلم شويه انجليش مثلا، فايه ده لا ما احنا مش تلامذة، انا مش فانا نفسي ممكن صحابي يقولوا لك عادي جدا يا جماعه ده شغلي دي حياتي، فهم خلاص خدوا على كده، فبقوا بيتعاملوا معايا عارفين ان انا ممكن اقول غصب عني اتكلم شويه انجليش، فما بقوش يقفوا قدام ده بقى خلاص، فانا هنا فرضت شخصيتي على اللي قدامي. بالظبط. نفس الكلام، خلي عندك ثقه في نفسك، ايه ده طب انا غلطت قلت كلمه غلط وايه المشكله؟ طبيعي. مش لازم اكون بيرفكت يعني في الكلام وانا بتكلم، مش لازم نبقى بيرفكت في كل حاجه، احنا عادي طبيعي. جدا ممكن نتعلم عادي، اما حد يقول لك ايه ده انت غلطت يتريق عليك اقول له عادي مفيش مشاكل هبقى اتعلمها هسمعها صح، اصلا لسه بتعلم، ايه المشكله؟ الناس بتخاف تقول انها لسه بتتعلم. بالظبط. كلنا بنتعلم، يعني مفيش انسان يعني بيوقف عند حته التعليم دي. بالظبط صح. هو في الكنترول تقريبا مستمعين في فيديو معانا دلوقتي يا جماعه المفروض يتعرض. فطيب حلو جدا. طيب عايزين نعرف بقى تجربتك مع اللغه، ايه اللي خليكي اصلا يعني يجي في دماغك خلاص انا هبقى حد بيدرس الانجليزي، مع ان زي ما قلت لحضرتك اغلب الناس بتبقى عندها لا مستحيل انا اتعلمه وادرسه كمان، لا الموضوع صعب، فانت خدتي التجربه ازاي؟ انا بحب الانجليش جدا من وانا في المدرسه، كنا في مدارس لغات فكنا بنتعامل بالانجليش في معظم الوقت عندنا في المدرسه، وبعد كده درست الاول بعيد خالص عن الموضوع، وبعد كده يعني ما اكتفيتش بده رحت درست تاني اللي هو الجامعه الامريكيه علشان ابتدي يبقى الانجليش بتاعي يكون بيرفكت عشان اكون قادره اوصل ده، فكان دايما موضوع ان انا دايما عايزه زي ما بقول لك فكره دايما بزود دايما بتعلم، موضوع الفرجه على الافلام اللي كنت بقول لك عليها الفيديوز والسونجز وكل الحاجات دي حضرتك. كل الحاجات دي بتساعد. تمام. طب احنا هنطلع فاصل بس نشوف الفيديو ونرجع تاني.